كريم ازيك؟ اهلا سماح، ازيك؟ الحمد لله. بليز اتفضلي. ميرسي. عامله ايه؟ انت جايه لوحدك ولا معاكي هند؟ جايه لوحدي الصراحه، يعني هند ما تعرفش ان انا هنا. ويوسف جاي؟ لا، يوسف قال انه هيخلص العياده وهيطلع البيت على طول. طب كويس قوي. خير؟ يعني هو الصراحه كده انا جاي احط ايدي في ايدك. ايدك في ايدي؟ بخصوص ايه؟ بخصوص هند ويوسف. هند ويوسف. يا ريت بجد. يعني انت حاسس انه ممكن تكون في بينهم حاجه حلوه؟ طبعا. ده حلوه قوي. يعني هو يوسف معجب بهند؟ انا فعلا حاسس ان يوسف معجب بهند، ويا ريت لو نعرف نخليهم مع بعض. طب ايه رايك نساعدهم بقى؟ ازاي؟ بص انا رايي ان احنا نخليهم يقابلوا بعض. يقابلوا بعض؟ سامح يوسف لو عرف حاجه زي كده تبقى مشكله كبيره. هيعرف منين بس؟ ولا انا هقول لهند ولا انت هتقول لي يوسف؟ بص انا دلوقتي هكلم هند اقول لها تيجي هنا، وانت كمان تكلم يوسف. ماشي. بتعمل ايه يا كريم؟ بتخوني؟ بتخون صاحبك يا كريم؟ يا ابني انت ضايع، انت جايب لي من اوضه النوم؟ وانت ما لقيتش غير اعز اصحابي وتقعدي معاه؟ الواد ده ملبوس ولا ايه حكايته؟ لو فاكر انا جاي هنا عشان خاطر اشوفك تبقى غلطان. انا اصلا جاي عشان اشوف صاحبتي، وعلى فكره انا كلمتها قبل ما انزل من البيت، سالتها اذا كنت موجود ولا لا، قالت لي لا. على فكره انا ما قلتلكيش حاجه ولا سالتك على حاجه، وبعدين المكان ده مش مكاني، اللي عايز يجي يجي واللي مش عايز يجي هو حر. لا احسن تفتكر انا بتمحك فيك ولا حاجه. لا ما افتكرتش كده. تمام، وانا هدخل اصلا عشان اوريها. وانا كمان اوري جوز الخيل دول، لان انا اصلا ما كنتش عايز اجي. شفتي مش قلتلك؟ قلتلي ايه؟ يوسف لو انت فاكر احنا جايين هنا متفقين عشان ادبسك فيا، انا مش تدبيسه يا يوسف. انا ما قلتش كده على فكره، انا قلت هم اللي متفقين. حتى لو انا برضو مش تدبيسه، وعلى فكره يا سعد ويا هنان انا اعبره. طب اهدي شويه. ها انت مكبره الموضوع قوي. اتفضلي. هو يعني كلامه الطبيعي كده بيضحك ولا قاصد؟ هو على طول كده مضحك، طول ما هو بيتكلم بجد فهو دمه خفيف، بس لما يجي يهزر بيبقى غلس. شايفنا على جوز حضرتك برضو. مو يا سماحه يذاكر لو سمحت يا بابا، بسرعه لو سمحت. احسن احسن. وانتوا بتهزروا؟ والله العظيم ده هو يوسف مش انا. الكلام ده صح يا كريم؟ هي يوسف هي اللي جات لي. وبعدين هي يوسف ايه المشكله؟ مش انت خلاص اطمنت؟ بتدي نفسك فرصه. لا ما اطمنتش. وبعدين من امتى بنعمل كده في بعض يعني؟ ها ما ترد. والله هو مش انا. يوسف انا بحبك وخايف على مصلحتك، وانا شايف الموضوع ده بجد. اديله فرصه يوسف، انت مش خسران حاجه. طب انا هعديها المره دي، بس المره الجايه مش هعديها. ماشي، ما تتزرزرش بقى وما تقلبش وشك. بس بس. طب بذمتك مش مبسوط انها جت؟ لا مش مبسوط. طب والله مبسوط. بس بقى يا كريم بقى. طب انت مش مبسوط؟ لا مش مبسوط.